السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي Augmented Reality for Architecture and Design Collaboration، يعني تقدر تديله المبنى وتديله صورة وهو يبدأ يربط الاثنين ببعض، حيث أول ما يشوف الصورة المبنى يظهر قدامك Augmented Reality في الموبايل أو في الآيباد. طيب تعال نشوف مثلا فيديو سريع كده ليها. عندنا المبنى هوت، مجرد ان احنا نعمل له ابلود ونربطه بالصورة، فاول ما اشوف الصورة يبدأ يظهر معانا المبنى بالشكل دوت. الموضوع سهل جدا وبسيط، اللي مش محتاج برمجة او مش محتاج لجهد عالي، مجرد ان انت تعمل ابلود، تعمل فيو، تعمل شير، ويبقى فيه مثلا علامة زي كده تقدر ان انت من خلالها لما تعمل لها سكان بالتطبيق تبدأ تظهر معاك هو بيشتغل مع ايه او بيعمل انتجريت مع ايه، مع اللي عندنا الريفت وعندنا السكتش اب. ممكن ننزل نسخة تجريبية نبدأ ان احنا نشوفها ان شاء الله. دي من اسهل الطرق اللي انا لقيتها عشان لو انت عايز تعمل augmented reality للمبنى بتاعك. جالي اهو الايميل، هدوس هير، اعمل كونفيرم للايميل بتاعي. هو بيقولك ان انت معاك 7 ايام تجرب، نختار بقى البلان اللي احنا عايزينها. سبسكرايب او كده. ممكن لو انت ستيودنت تختار ديت. طيب انا هبدأ احمله ان شاء الله، بس هدخل ايميل الجامعة وكده. وعندنا هنا تقدر تحصل عليه كجوجل بلاي او اب ستور، زائد ان انت ممكن تسطبه عندك في ريفت كاكسبلورر وكبارد وكذلك في السكتش اب. فان شاء الله يبقى سهل جدا. انا شفت الفيديوهات بتاعته كانت سهلة جدا ولذيذة، وان شاء الله يعني يعجبكم باذن الله. ان شاء الله يبقى في فيديوهات تشرح الموضوع بشكل اكثر تفصيلا، فما تنسوش تشتركوا في القناه.